ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما قامت الصين بصورة غير متوقعة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في 3 أشهر لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر، حيث ارتفعت العقود الأجلة للخام برنت 11 سنتا أو 0.1% ليتداول عند 86.32 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات بنسبة 0.1% أيضا إلى 82.57 دولار للبرميل.